يا عم اقعد. انا مش ممكن اسيبكم خالص. مفيش مدير هنا؟ ايه حبيبتي؟ هتعمل ايه؟ هخبط على الدكتورة وفاء اسلمها الحالة زي ما اتفقنا. انت بتحلم؟ ايه؟ بتحلم؟ لازم تفهم ان انت سواق كبير وانا المفروض اسلمها الحالة. اه يا مسعف يا حقير. لازم ايدك تصيد. انا اللي هخش. هتنفذ عليك وكسر لك وشك. بس يا ما اتفكرت بقول لك مش هتفتح الباب. انا مش هتفتح الباب. انت بتصدني؟ بصدك بصدك ازاي؟ عجبك كده؟ انا مش موجود. لا موجود. حلو قوي قوي. مري ايه؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ هاتي نكبر الصوره دي ونعلقها عندنا في الاوضه. لا نكبر الكارنيه. كارنيه ايه؟ لا الصوره. كارنيه؟ لا الصوره. كارنيه؟ الصوره. كارنيه. صباح الخير. بقول صباح الخير. صباح السكر. صباح العسل. واللي انتوا عاملينه في وشكوا ده؟ سيد سيد خطفك ورجلي من قلب العربية. بقول له يا سيد ما تعملش كده. لفوا وقفلوا العربية ما تقدرش اتكلم معاه. طب تفاجئ لغاية ده قد كده. يا حرام ليه كده يا سيد؟ كذاب. أنا كنت ماسك الكوريك في إيدي. هو بقى كان مصمم يخبط دماغه في الكوريك. معقولة كده يا مرعي؟ والحاجات دي بقى من الكوريك؟ اه. ايه وجعاك؟ لا مفيش حاجة. انا عارفة الحركات بتاعتكم دي عشان تاخدوا اجازات. ها؟ بس مفيش اجازات؟ وانتوا جايين قلتي تعملوا ايه؟ مفيش. اصل احنا معانا حالة جايين نسلمها. ايه؟ حالة؟ هو فين تهزروا؟ هي إيه فين الحالة دي؟ بقى. طب يلا حد يجي معايا وريالي بسرعة. ايه ده؟ هي فين الحالة دي؟ انا هرس واحدة هرب. الحالة هرب. اجري اجري. توقف. مفيش فايدة فيكم. ها شفتوا؟ لا اهو. مالك انت رجلي؟ فز قوم يا بقى. في منك لو مش عايز اشوف خلاعكم النهارده خالص قدامي في المستشفى. مفهوم؟ تروحوا تغسلوا العربيه. عايزها بتبرو زي الصيني بعد غسيله. غوروا من وجهي. حاضر يا فندم. وانتم الوزير بتاعنا جاي النهارده وده راجل مش بتاع مظاهر. بيجي من غير حراسه وبيجي فجاه زي الاضهر. وانتوا اساتذه عايز المستشفى تبقى نظيفه. العنابر تبقى زي الكل. سراير بنات المرضى عايزهم بيبرو. يلا مفيش وقت. الوزير جاي. الوزير جاي. عايز هنا يتحط اثاري ورد في الممر ده والباب ده ما يتفتحش ابدا. طب اتفضلوا انتوا. ايه يا دكتوره وفاء؟ المفروض تكوني حضرتك في الاستقبال تحت.
اصل كنت بجهز مشروع تطوير طوارئ الاسعاف عشان اقدمه لسياده الوزير. مشروع ايه اللي تقدميه لسياده الوزير؟ بص يا وفاء ماما، وجودي ووجودك النهارده في المستشفى بيعتمدوا في المقام الاول على تقرير الوزير عن زياره المستشفى النهارده، فمش عايز اي مش عايز اي مشاكل تتعرض عليه. يا دكتور حضرتك عارف ان انا بقالي سنين تعبانه في المشروع ده وهي دي فرصتي الوحيده. يعني ايه قصدك تفهمي الوزير ان المستشفى بتاعتي فيها اهمال وتسيب؟ مش احنا بس اللي عندنا اهمال وتسيب، وبعدين حضرتك عارف احنا بنعاني قد ايه من نقص في الامكانيات. يا وفاء this is hardly what we need for the moment. اعملي معروف اجلي الحكايه بتاعت المشروع ده لغايه ما تنتهي الزياره بتاعت الوزير. مفيش وقت، زمنه جاي يا فندم. الو الوزير جه. ايه اهلا وسهلا بمعالي الوزير. اهلا استاذ عبد الباشا، شرف كبير للمستشفى دي تشريف حضرتك يا معلم. انا بعتبر اليوم ده يوم تاريخي بتشريف معاليك لهذه المستشفى. اتفضل استاذ عبد الباشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاسلوب المتميز في العلاج والتقنيات العاليه المستخدمه في علاج المرضى يا فندم بتخلي المريض من دول ما بياخدش في ايدينا يوم يومين وبيطلع على طول يا فندم. والعمر فاضي ليه؟ ما هو بيخف بسرعه يا فندم. وانت عامل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احسن مستشفى في مصر. مبسوط هنا؟ ايه اللي مبسوط؟ ده انا زهقت من الانبساط. دواء ايه وحقن ايه؟ بصراحه كله زي الفل. هو انت عندك ايه؟ عندي واد وبنت وبيتعالجوا هنا برضه. اتفضل يا فندم. اتفضل ساعات. اهلا وسهلا سعد باشا. اتفضل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما عودنا سيادة الوزير على الالتقاء بأبنائه الأطباء والعاملين بمستشفى السلامة، هيا بنا يا إخواني نصدق لسيادته بقوة لإصراري على الحضور. شرفت يا فندم. سقفوا. يتفضل يسأله ما يكشفش. اتكلم يا اسماعيل. باسم إدارة المستشفى نشكر الأب الحنون السيد الوزير على زيارته لنا وشكرا. أمال فين السؤال؟ صحيح يا فندم، فين السؤال؟ الناس سعداء بساعتك يا فندم، مفيش مشاكل، مفيش طلبات. No problem whatsoever. الوزير ده طيب قوي. بس انا ملاحظ انه بيشرب ميه كتير قوي. اصل عنده السكر. سكر؟ حد تاني عنده سؤال لسياده الوزير؟ وقت سياده الوزير طبعا مش منكم. اتفضل يا فندم. ممكن لحظه سياده الوزير؟ عاوزه تقولي حاجه؟ اتفضلي. حضرتك انا بقالي 3 سنين بعمل دراسه عن اقسام الطوارئ وقدرت اوصل لحل نحسن بيه طوارئ المستشفيات، والمشروع ده مرفق بيه تقرير. يا فندم مسؤول الطوارئ عندنا في المستشفى شباب بقى ومتحمسه شويتين يا فندم. عموما انا هوصل لجنابك المشروع بتاعها بنفسي. يا فندم المشروع جاهز معايا وكان نفسي سياده الوزير يطلع عليه. اتفضلي ارتاحي يا دكتوره وفاء. اتفضل يا فندم. اتفضل سعد. شكرا يا جماعه. اتفضل سعد يا فندم. يا
مرعي مرعي. ايه ايه بتفكر في ايه؟ في حاجه كده. تصدق وانا كمان بفكر في حاجه. لا ما تفكرش، كل كل. لا اشمعنى انت تفكر يعني؟ ما وريش حاجه يا اخي. يا سلام، يعني انت شايفني اللي مشغول قوي. شايف شعرها؟ ده انا حافظه شعرايا شعرايا. شايف عينيها استخسارة النسر كلها جميلة قوي. ورياوي حساسة قوي. هي قاعدة على صدرك ولا ايه؟ على فكرة سيد، احنا لازم ننسى الموضوع ده وانت بالتحديد. صح يا مرعي، لازم ننسى الموضوع ده وانت بالتحديد. انا عن نفسي نسيتها. تصدق وتأمن بالله؟ لا اله الا الله، انا كرهتها يا اخي اللف لله. سبحان الله، نفس الشعور اللي عندي. والله يا سيد لو فتحت قلبي من جوه هتلاقي فيه سواد كده من ناحيتها. يا سبحان الله، نفس السواد اللي جوايا. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ شوف ده فجأة طبقت على نفسها حنين كده. اه كده عند ربنا كده. ايه ده؟ وماشيه في المستشفى عماله تعمل كده بكتافها على ايه مش عارف، وعماله احب في عينيها طول النهار ليه مش فاهم. لا والا المشيه صحيح اللي طول النهار ماشيه في الطرقه دي عامله مش عارف ازاي بتاع بطه كده. اقول لك على حاجه بلا خنقه بلا قرف. انت عامله فيها حاجه جميله. بلا جميله جميله. اوبا قابل يا معلم. مين؟ سيد مرعي؟ الشاه يا مرعي. الشاه. صباح الخير يا عزيزه. ميو. يعني احنا مستعجلين يعني ومش عايزين. مفيش حاجه، ما ينفعش على الصبح. انا كل ما صبرين كده بتاعك. ما تخافوش، انا عاوزه بس اقول لكم ان خواجه صاحب الاوضه متصدر على الاخر عشان الايجار. اديني بقى يا حبيبي بوسه انت وهو. بوسه ايه يا عزيزه عقلي؟ مش انت جاي لك عريس؟ ما هو من ساعه ما اتكلم ما حدش شاف وشه. لا اكيد هيجي، بس انت عايزك تعالي كده يا عزيزه. هعقل ازاي وانا متسابه كده من غير راجل؟ لا اكيد والله العظيم انا متفائل جدا بقى بالعريس الجديد ده. صدقني عزيزه. طب سلام بقى يا مرعي. انا ماشي. لا تعالى سعيد انت. عزيزه بدرس. اي حد يخليه. سلام بقى يا مرعي. يا عزيزه اي حد يخليه. انت ده بط. اي حد يخليه. مدرسة الوفاء الثانوية للبنات لم ينجح أحد. مدرسة النجاح الثانوية للبنات 5999 653 65 70 71 72 النظرة شخصيا. لا يا عم لا، تعال نشيل اللي بره احسن. يلا يا ناقصه 11 12 13 14 15 38 يا جماعه. اشوفكم بكره بقى في المستشفى.
الله. الله رايحين فين؟ هنوصلك من البيت اهو. طب مش عايزه حاجه قبل ما تنامي؟ ميرسي. طيب احنا بقى هنستنى هنا لغايه ما تطلعي فوق يعني. ليه ما الدنيا لسه نهار؟ معلش معلش انا اصلي خدت بالي ان السطوح منط فممكن حراميه يخشوا الفيلا ولا حاجه. وبعدين هنا المنطقه هاديه كده شكلها لبش يعني انت تغطي قبل ما تنامي. حاضر. ويا ريت كمان تقفلي الشبابيك برضو جامد بالمفتاح قبل ما تنامي عشان مشكله. حاضر. ولو البيت عندك غاز طبيعي اقفل الانابيب قبل ما تنامي. حاضر. الباب بقى الباب هو سبب المشاكل كلها في البيوت فلي جامد بالمفتاح لحسن ممكن نفس الحرامية برضو توسطوا ويخشوا برضو تبقى مشكلة يعني. حاضر.